السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله جلت قدرته مع إدبار هذا النهار وإقبال هذا الليل الذي جمعني وإياكم على هذا الفرش أن يحشرنا تحت ظل العرش، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا على هذه الأرض أن يتجاوز عنا يوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله جلت قدرته في بداية هذا اللقاء أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان، ونخص منهم إخوتنا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرهم من أهل الإسلام والديانة أهل السنة في كل مكان، أن يربط على قلوبهم وأن يغفر لموتاهم وأن يجبر كسرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القصص في القرآن جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم لتثبيته، والله جل وعلا قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصصا في القرآن لتثبته ولتزيده عليه الصلاة والسلام يقينا وثباتا. ومن أنبياء الله من قص الله على رسوله، ومنهم من لم يقصص عليه. واليوم سنتحدث عن وقفات مع سورة يوسف. لن أسرد لكم القصة كقصة، لأننا نعرف أن سورة يوسف هي أكثر قصة، إن لم تكن هي القصة الأولى التي يحفظها الكبار والصغار، ويعرفها أغلب المسلمون ويحفظونها ويعرفون مجمل تفاصيلها. هذه القصة المباركة التي جاءت ونزلت على النبي صلى الله على آله وأصحابه وسلم، سأتحدث في أربعة محاور. المحور الأول، سأتحدث عن موضوع سورة يوسف، الموضوع العام لهذه السورة، وهذا يمكن يدخل في موضوع علم التفسير أو علوم القرآن فيما يتعلق في مقاصد السور. ثم سأتحدث عن ثلاث وقفات مع يوسف عليه السلام في هذه السورة، بمعنى نسقط ما جاء من هذه السورة على واقعنا، بدءا من الجانب الأسري والعائلي وما يسمى بالجانب الاجتماعي، ثم بعد ذلك نتحدث عن جانب الفتنة، ونخصص تحديثا أو تخصيصا لما يتعلق بفتنة النساء، ثم نتحدث عن الجانب الاقتصادي وعن الفساد الاقتصادي والمالي، ولعلنا من هذه الوقفات نجمل ما يتناسب في هذه السورة. أولا، سورة يوسف سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عام الحزن، بعد البيعة العقبة الأولى وقبل البيعة الثانية، جاءت بين وبين، وهي نزلت بعد أن حزن النبي حزن عظيم على وفاة خديجة وعلى وفاة عمه أبي طالب. الحزن يمر على كل أحد حتى الأنبياء والرسل، والله جل وعلا أخبر وحاكى نبيه صلى الله عليه وسلم وقال له: وإنا لنعلم أنه يضيق صدرك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم ورفعه بين يديه قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن في مستوى معين هذا أمر جبلي جبلت عليه البشرية كلها، وأنه أضحك وأبكى، والله تبارك وتعالى جعل هذا الحزن يأتي لكل أحد. النبي تموت خديجة، وكلنا يعرف قيمة خديجة في الإسلام وماذا قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم. آمنت به يوم كذبه الناس أو كفر به الناس، وصدقته يوم كذب به الناس، وآوته إلى بيتها يوم طرده الناس، ورزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بالولد يوم لم يرزق بالولد من غيرها. ولك أن تتخيل التي احتضنت الإسلام في بيتها، تموت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 50 عاما، بعد أن تعلق قلب النبي بحبها ووفاء لها، ثم يموت عمه أبو طالب الذي ناصره وسانده ووقف معه في وجه قريش وفي وجه العتاة الذين لم يريدوا هذا الدين، ويموت العم
فإذا بالنبي يحزن، ولما حزن صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه هذه السورة تؤنسه وتزيل همه. يقول الإمام القرطبي وغيره قال هذه السورة تسمى سورة المحزونون، ما يقرأها محزون إلا سري عنه. اللي مصاب بهم، الذي يشعر بحزن، إذا تأمل في قصة يوسف والتأمل الحقيقي وعاش أحداث هذه القصة والآلام التي عاشها يعقوب والتي عاشها يوسف وأحداث القصة عموما، سيشعر أنه ليس الوحيد الذي ابتلي أو أصابه الهم والحزن. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، كان فيه رجل يقال له النضر أو النضر بن الحارث من المشركين، كان يقص على قريش أحاديث رستم واسكندر من أبطال فارس. فدخل الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله حدثنا، حنا نسمع قصص عن الفارس وعن الروم، فحدثنا بشيء يسلينا وتثبت به قلوبنا أو تثبت به قلوبنا. فحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة يوسف عليه السلام. يوسف هذه السورة سورة تتحدث عن أن تؤمن بتدبير الله جلت قدرته، يعني يكون عندك ثقة بتدبير الله. خذوا على سبيل المثال في السورة يعقوب يحب يوسف، يعني أب يحب ولده، هل هذا شيء حسن ولا قبيح؟ شيء حسن جميل. طيب وين قاده الحب هذا؟ وين وداه الحب هذا؟ جعل إخوانه يخططون على قتله، وجعل الحسد يخرج فعلا وليس فقط مغمورا في قلوبهم. فما كان من هؤلاء إلا الحب هذا قاده إلى البئر. طيب البئر زين ولا شين؟ ظاهره مو بزين، شين، لكن أين ذهب به البئر؟ أخرجه البئر إلى قصر العزيز. طيب قصر العزيز قصر حلو ولا لا؟ الظاهر أنه جميل وحسن ومحبوب قصر، ويعيش في كما يقال في أبهة. هذا القصر قاده إلى أين؟ قاده إلى السجن، والسجن سجن قبيحا. لكن هذا السجن قاده إلى أين؟ قاده إلى أن أصبح عزيز مصر. إذن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم ختم الله الآية وقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنحن قد نرى بعض الأمور سيئة في ظاهرها ميب حلوة، لكن كوامن الأمر أمر حسن جميل. في قصة موسى عليه السلام حول هذا المعنى على سبيل المثال، الله جل وعلا يأمر أم موسى أن تضع الطفل المولود، أن تضعه في تابوت في صندوق، وحنا نعرف أن الأطفال ما يحفظون في الصناديق. وتابوت، التابوت يعني صندوق محكم حتى لا تتعفن الجثة، وتحط فيه طفل مولود معناته الهلاك والموت، ولكن يوضع هذا الطفل في هذا التابوت. المسكينة أم موسى ظنت أن الصندوق هذا بيصير قريب عندها، حتى أنها تفتح الصندوق يتنفس الطفل، تراقبه، ترضعه، تحافظ عليه. لكن يجيها أمر ثاني، أن ضعي أو ألقي هذا التابوت وين؟ في اليم، في البحر، والبحر هلاك. فتحمله مع أخته وترفعه. لاحظوا القرآن ما قال ضعيه، يعني حطيه قريب، ألقيه، يرمى، يحذف. فحملته وأخته فألقاه أو ألقته في اليم، ولما ألقي في اليم في داخل الصندوق الموج يلعب والصندوق على هذا الموج. الأم المسكينة خافت، خافت ليس عدم ثقة بالله، لا، خافت على طفل رضيع في صندوق في داخل بحر يموج موجه، أن يغرق وأن يموت، وهذا متحقق في الغالب. فنظرت إليه وخافت، فنزل الأمر عليها. أول شيء قال الله جل ضعيف التابوت،
ثم قال ألقيه في اليم، ثم بعد ذلك قال ولا تخافي، حتى الخوف ممنوعة. طيب ماني بخايفة، أنا سلمت الأمر لله، لكن سأحزن على بعده، على عدم قربه. عدم القرب له يجعلني أحزن. ولدي، قال الله جل وعلا ولا تحزني، حتى الحزن ممنوع. ليش؟ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وتحقق أمر الله ولا ما تحقق؟ تحقق أمر الله فرده إليها، ما غابت شمس ذلك اليوم، وما جاع يوسف موسى رضع من ثديها الأيمن، وما جاع إلا هو يرضع من الثدي الأيمن إلا وهو في حضنها. لأن الله جل وعلا يريد أن يخبرنا أن تدبير الله هو الحقيقي الذي ينفعك. الله الذي يدبر الأمور، أن ترى أمرا مكروها ويكون في عواقبه الخير والحسن كله، وترى أمرا محبوبا إليك لكن ربما كانت في بواطنه الشرور التي لم تحسب لها حساب، فاترك الله يدبر الأمر كما يشاء، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بحال خلقه جل في علاه. ولذلك هذه السورة تتحدث عن هذا المعنى. ثم إن يوسف عليه السلام في هذه السورة فيه رمزية، رمز ذكر في ثلاث مراحل، وهو القميص. قميص يوسف في بداية الأمر، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قال الله وجاءوا على قميصه، هذا أول شيء ذكر القميص. ثم لما دخل بيت العزيز وقدت قميصه، ثم في آخر القصة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فالقميص له رمزية. أصحاب الرواية والقصص الأدبية يقولون سورة يوسف، قصة يوسف في القرآن متكاملة أركان القصة فيها، وحنا ما نحتاج إلى شهادتهم، لأن الله قال في القرآن الكريم نحن نقص عليك أحسن القصص. ولا يوجد قصة متكاملة من أولها إلى آخرها في سورة واحدة إلا في قصة يوسف عليه السلام، بل في هذه السورة، سورة يوسف. ويوسف عليه السلام بالمناسبة قصته التي ذكرت لنا، تراها ذكرت لنا يوسف الإنسان، ما ذكرت لنا يوسف النبي، بمعنى أنها قصة نجاح وكفاح. وهذا فيه كلام أيضا يوجه لشبابنا اليوم. من منا مر في مثل ظروف يوسف؟ شاب الغلام، غلام صغير، قال يا بشرى ايش هذا؟ غلام صغير 8 سنوات و9، اكثر المفسرين او من قال ان عمره كبير قالوا عمره 12 سنة، وبعضهم نص على ان عمره لا يتجاوز 8 سنوات. ثم بعد تلك المرحلة يدخل فترة الشباب، يعني خلنا نقول عاش شبه يتيم بعيدا عن أبويه. ثم بعد ذلك في فترة شبابه في السجن ما تلذذ بطعم الشباب ولا الفتوة ولا الحياة التي يريدها بعض الشباب اليوم. ولما بلغ 40 سنة جاءته النبوة، ثم بدأ يعيش الحياة، الحياة بمعنى نوع الاستقرار، المنظور الاجتماعي العام بمفهومنا نحن، وإلا الحياة الحقيقية في رسالة رب العالمين وفي تبليغ هذا التوحيد العظيم. فيوسف عليه السلام عنده صبر على تلك المراحل التي مر بها، ثم في آخر القصة يذكر الله جلت قدرته التدرج. دعونا نبحر في 3 وقفاتنا هذه مع هذه السورة. طبعا يوسف ولد في فلسطين وبيع في مصر وأصبح عزيزها، نشأ في كنف أبوين بينهم 10 إخوة وهو 11 منهم، وقيل أنهم 11 وهو 12 منهم. ويوسف عليه السلام ينام في نومه فيرى رؤيا. الرؤيا في المنام تنقسم 3 أقسام، منها الرؤيا المحققة الحقيقية التي تصبح حقيقة وصدق، وهذه من جزء من 46، جزء من النبوة. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أن النبي كان من تمهيدات
أنه يبلغ رسولا كان يرى الرؤيا قبل أن يبعث وقبل أن ينزل عليه جبريل في الغار، كان يرى الرؤيا فيراها كفلق الصبح. وهذا مصداق قوله تعالى: ذلك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والقسم الثاني هي من الشيطان، بمعنى أن لا ترى رؤيا متكاملة، ترى رؤيا متقطعة وغير مترابطة، وهذا من وسوسة الشيطان وإشغاله للنائم في نومه، كما قال تعالى: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والرؤية أو القسم الثالث هي بواعث النفس، الخواطر، تفكر في أمر معين فتنام فتراه في المنام، وهذا من بواعث النفس. لكن يقول الإمام ابن سيرين، يقول: لا يبنى على الأحلام أحكام. الإمام ابن سيرين رأى هو رؤيا في المنام وهو صغير، يقول: رأيت رجلا جميلا أبيضا وسيما، فوقفت عنده فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا يوسف. فقال ليوسف: انظر في فمي. هذه رواية الإمام محمد ابن سيرين، ذكر ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. يقول: ففتح فمه فقال: ماذا ترى؟ يقول: فقلت: أرى لسانك. يقول: فقال: انظر، يعني ثاني مرة. يقول: فنظرت فقال: ماذا ترى؟ قلت: أرى لهاتك، اللهات. يقول: ثم قال: انظر الثالثة. قال: فنظرت فقال: ماذا ترى؟ قلت: أرى قلبك. قال: إذن قم وعبر من هذه الليلة الرؤى فإنك لا تخطئ. يقول الإمام ابن سيرين: والله ما عبرت رؤيا حدثني صاحبها عنها إلا وقعت. والرؤيا فتية لا ينبغي أن الإنسان يتخبط بها أو أنه يتدخل فيها. قال: أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والرؤيا إلهام، ذلك مما علمني ربي، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة الصادقة. فيوسف عليه السلام كان مشتهر في زمان أبيه يعقوب الرؤى، وكانت تفسر في ذلك الزمان ويحرص الناس عليها. يوسف عليه السلام هو النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن من؟ إبراهيم. هذه السلالة النبوية الكريمة. مع جمال يوسف الخلقي جمله الله بجمال خلقي، وكان قريبا من يعقوب. وهذه نصيحة للأبناء والشباب، ترى الآباء يميلون، ونحن آباء يميلون لأبنائهم حبا كلهم، لكن يميل القلب للولد المحبب إلى أبيه إذا كان بارا، إذا كان خدوما، إذا كان لطيفا، إذا كان يسأل عن أبيه وعن أمه. يعقوب عليه السلام رأى من يوسف هذه الصفات وهذا القرب وهذا الحب، فزاد حبه حتى طغى، بمعنى ظهر ولاحظه أبناؤه. وهنا أيضا وصية للآباء، الله جل وعلا أمرنا بالعدل في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أن نعدل بين أبنائنا في العطية. ولذلك الرحمة بالأبناء هي منهج نبوي بل قرآني. ولذلك الله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الأبناء والفرح بهم لا, 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 لا يعرفه إلا الآباء. إذا بشر الأب بمولود سعادة وسماها الله بشارة، بشارة: وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، بشارة. فالولد بحد ذاته بشارة لأبيه. لكن ينبغي أيضا على الآباء أن يورثوا الأبناء الكتاب والحق. لا تجتهد في دنياك فقط تورثهم المال، هذا شيء حسن أنك ما تترك أبنائك عالة وفقراء، لكن ورثهم الحق. سورة مريم، طبعا احنا نتكلم عن وقفات، والاستطراد في جانب القصص والسيرة هو جمالها، كما يذكر ذلك الذهبي وغيره. سورة مريم
كم آية سورة مريم؟ وين الشباب الحلقات؟ 98 آية ولا 99؟ 98 آية. السورة مكية ولا مدنية؟ مريم مكية. السورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. السورة هذه تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن التوريث، وأكثر ما ذكرت لفظ الولد، لكنها ما تكلمت عن توريث المال أبد، تكلمت عن توريث الكتاب والحق. تتقبل الحق، تأخذ الحق من بدايتها، لما قال وإني خفت الموالي زكريا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. وش يرثك؟ ما يرثني مال، يرثني ويرث من آل يعقوب الكتاب والحق. ثم قال الله جل وعلا بعدها بآيات يا يحيى إنا نبشرك، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، حتى قال الله يا يحيى خذ الكتاب إيش؟ بقوة، لأننا نبغاك تأخذ الكتاب، ما نبغاك تأخذ الأمور الدنيوية، خذ الكتاب بقوة. ثم قال الله وآتيناه الحكمة صبية، هو صغير، لأن الهدف ليس توريث المال إنما توريث الحق. ثم يساق في نفس السورة قصص الذين ورثوا الحق، كيف كان تعاملهم مع آبائهم. أولها قصة مريم. مريم من عائلة آل عمران، وهذه الأسرة مذكورة في القرآن الكريم، وسميت سورة في القرآن باسمها. في أحد مننا يستطيع أنه إذا ترك الدنيا ومات أن يورث اسما ذكرا حسنا له ولأسرته؟ والذكر للإنسان عمر ثاني كما يقول ابن القيم، ذكر لك بعد موتك عمر ثاني. آل عمران نذكرهم ثاني سورة في القرآن الكريم بعد الفاتحة والبقرة، وهم أسرة، لكنها كانت أسرة على منهج سليم حبا للخير والكتاب. ولذلك حنا قبل شوي في صلواتنا ايش كنا نقول في التشهد الثاني؟ اللهم صلي على محمد وعلى ايش؟ آل محمد، وصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. طيب صلي على محمد نبي وصلي على إبراهيم نبي، لكن آل إبراهيم وآل محمد، لأن الذي ورث الكتاب يذكر، وهم ورثوا الحق والكتاب. مريم أمها كانت ترى عصفورا يعطي فرخة، طير حمامة تعطي فرخها طعاما، واشتاقت للولد فدعت ربها أن ترزق بالولد، فرزقها الله بحمل. فلما حملت هي من حبها لله ورغبتها في توريث الحق قالت ربي إني نذرت لك إيش؟ ما في بطني محررا خالصا يعمل في المسجد الأقصى. وحملت وجالسة 9 شهور على أنه ولد، وإذا طلع بيكون يعمل خادما في المسجد الأقصى. فلما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. مريم بمعنى الخادمة، ولو بالاسم بمعنى توريث هذا الحق. شوف يا أخي، وأنا أقصد الآباء والأمهات، قد يكون عندك تقصير في جانب الطاعة، لكن إن ربيت الولد على أن يحب الحق ويحترمه سيكون نتيجته برا لك في حياتك وبعد موتك. إبراهيم عليه السلام أبوه مسلم أو على الحق ولا على الكفر؟ كافر. ومع ذلك لأن إبراهيم ورث الحق، فالله جل وعلا جعل إبراهيم يتلطف لأبيه بألطف العبارات، مع أنه مشرك. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي يا أبتي نداء، فظهر البر، وعوض الله جل وعلا إبراهيم ببر آخر لأنه ورث الحق فورثه،
ولذلك جاءه إسماعيل بكل الانصياع والتسليط، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابر من الصابرين، افعل يا أبتي حتى الذبح، لأنه بر به. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، لأنهم يريدون حمل الحق. ورثوا أبناءكم الكتاب، ورثوا الجيل الحق، ورثوهم أن يعيشوا للدنيا للإصلاح. قصة يوسف قصة رجل أصلح، أخطأ إخوانه في حقه وما التفت. تخيلوا واحد يأخذونه إخوانه، هم لما أخذوه للبئر كانوا يخططون من شدة الحسد على يوسف، خططوا على قتله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. شوفوا الخطأ كيف التربية، الأبناء الذين تربوا هم على ما يريدون، نظروا الموضوع بمنظورهم هم، ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا خطأ أن يقال في حق الأب. كم من الكلمات والعبارات نسمعها في حق الآباء والأمهات. أنا سمعت أحد كبار مشايختنا يسأله شخص، قال له يا شيخ أبشرك الشيبان يسلمون عليك، قال لا تقل هذه العبارة، أخشى أن تكون من عدم من قلة الأدب مع الأبوين. وهو يقول شيبان، بعضنا اليوم يضحك على أبيه على جده على عجوز في البيت لموقف، لعدم استطاعته القيام، مثلا طريقة أكله أو مشيته أو غير ذلك، أو ربما مباشرة كعقوق صريح، وهذه مصيبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. قال أحدهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخذ لكم وجه أبيكم، يتفضلكم يلتفت إليكم، وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، واحد من الأبناء، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ليش قالوا غيابة؟ الغيابة هنا هو البعيد المظلم الذي لا يعرف، لذلك سمي الموت غيبا وسمي القبر غيبا. قالوا غيابة يعني في مكان بعيد. ولاحظوا الشيطان كيف هم خدعوا أنفسهم، هو يقول اقتلوه، قال ذاك لا لا تقتلون، يعني كأنه أرحم بهم أرحم بهم من في يوسف، يقول لا تقتلوا لكن حطوه في بير. شفت لما يجيك الشيطان يضحك عليك يقول لك يا أخي عادي، ترى إذا جلست أمام الشاشة 10 دقائق ما راح يضرك، أنت ما كنت تستمع، أو إنما كان مجرد سماع سريع لموسيقى أو عارض، النظرة الأولى لك. مثل هذه العبارات هذا اسمه خداع، يخادعون الله وهو خادعهم، هذا اسمه ضحك، هذا اسمه مدخل من مداخل الشيطان يتلاعب بصاحبه. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، حطوه في مكان الجب، قيل سمي جبا ولم يقال بئر، ليش؟ وش الفرق بين الجب والبير؟ من يعطيني إلا الفرق؟ نبي غيرك يا أبو، تفضل. لا هذا في السودان مو هنا. لا مو بصحيح، تفضل. تفضل. الجب قلنا قبل قليل، البئر هو الذي له قاع ولا يزال ماؤه موجودا، يعني الناس تشرب منه. أما الجب الذي نشفت ماؤه وليس له قاع واضح، وقيل فيه ماء لكنه بعيد، ليس قعره مو قريب، وهذا الجب مليء. تخيلوا يعني بيروحون يودونا في منطقة في صحراء، يقول غيابة الجب، يعني في مكان حتى مو على الطريق، غائب عن طريق الناس والمارة والسيارة، في غيابة الجب، شديد أو طويل قعره، شديدة ظلمته، مليء حتى بالدواب. فأخذوا هذا الغلام الصغير، غلام 8 سنوات، ويأخذونه. أنتم تتصورون مجموعة شباب خططوا على قتل واحد، يعني في الطريق بيصفقون له ولا بيقولون معليش سامحنا؟ عدد من أهل التفسير منهم الإمام ابن كثير ذكر مقولات، لكن العلماء يقولون بأنها من الإسرائيليات ولا تصح، نذكرها لأن النبي يقول حدثوا عني بني إسرائيل ولا حرج. ذكر ابن كثير وغيره
أنهم في الطريق إلى البئر كانوا يضربونه وكانوا يشتمونه وخلعوا ملابسه، يعني بدليل إيش؟ وش الدليل أنهم خلعوا ملابسه؟ وجاءوا على قميصه، جابوا القميص فسخوه. تخيل طفل صغير. وهذا يذكرنا أيضا بزيد ابن حارثة اللي خرجت أمه سعدة بنت ثعلبة لما خرجت تدور من قرية إلى قرية في مكة طبعا، وغار عليهم قبيلة ثم خطفوا هذا الولد، كادت تجن، وباعه رجل يقال له حكيم بن حزام ابن خويلد عمة خديجة رضي الله عنها، اشتراه منهم من الذين اختطفوه، وباعه على هذا الرجل وأهداه إلى خديجة، وخديجة رضي الله عنها أهدته إلى نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا قبل الإسلام، وتبناه النبي عليه الصلاة والسلام. هو يقول الرسول يروي الآن، القصة مقاربة، الرسول يروي دخول زيد عليه، يقول فجاءنا يبكي، يبكي زيد 9 سنوات فاقد أمه وأبوه طبيعي، وما علم أن دخوله إلى هذا المكان هو الخير كله، أن يكون بصحبة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أبوه شاعر يكتب الشعر، وهي وسيلة الإعلام الموجودة في ذلك الوقت، ويكتب الشعر ويرسله مع العرب، يصف ولده ويشكي معاناته في فقد هذا الولد. وفي حج من السنوات رأى بعض قبائل قريش زيد، رأوه عند محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فرجعوا إلى أبيه وقالوا أبشر فقد وجدنا زيدا عند محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، جده عبد المطلب، الرجل القرشي السيد المعروف الذي يعين على نوائب الحق ويعطي ويفك العاني إلى آخره. وجت القبيلة، أبوه وأعمامه، وقفت عند باب النبي وطرقت الباب، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا جئناك نريد أن نفدي، جاب معه مال زيد الغلام الذي عندك. قال زيد من أنتم؟ قال أنا أبوه هذا عمه وهؤلاء قرابته، وهذا المال جايبينه لك حتى تأخذ فدية وتعطينا ولدنا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال لهم عندي لكم خيار يختلف عن رأيكم، نعرض الأمر على زيد، إن اختاركم ذهب معكم وخذوا مالكم، وإن اختارني بقي معي. ليش؟ يمكن واحد يقول طيب ما هو المفروض أنه يقول روح مع أهلك وتوكل على الله؟ لا، إنسانية، لأن الرسول هنا لم يكن نبيا، أراد النبي لأنه يعرف أن زيد تعلق فيه وأحبه، تخيل يدخل يقول يلا توكل على روح مع أهلك، الرسول يعلم أن زيد تعلق قلبه به فيخيره حتى يشعره بأنه يحبه كما هو يحبه أيضا. فقال تعال يا زيد. خرج زيد وقبل أبوه وضم أعمامه، بكى فبكوا، قال عرفتهم؟ قال نعم، هذا أبي وهذا عمي وهؤلاء قبيلتي. قال إنهم أتوني وأحضروا المال حتى يأخذوك، فخيرتهم أن تختار من تريد، إن أردتني فابق معي وإن أردتهم فاذهب معهم. فقال زيد بل أعيش معك ولا أريدهم. التفت عليه أبوه، يا زيد كيف ترضى بالعبودية، تكون عبدا ونحن أردنا أن نطلقك الآن وأن تذهب معنا؟ قال إني رأيت عند محمد ما لم أره في الدنيا كلها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وطلع بها عند الكعبة وقال يا قريش إن هذا الغلام اسمه من اليوم زيد بن محمد، إن مات أرثه وإن مت يرثني. حتى جاء نسخ التبني بعد ذلك، بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوسف في هذا العمر تخيلوا وهو يبكي في طريقه إلى البئر، ولما وصلوا عند الطوع عند البئر وحافته، الله ماذا قال هنا؟ قالوا هم ألقوه ولا ضعوه؟ قالوا ألقوه، وهذا تفسير والقرآن عربي. بعض المفسرين قالوا أنه تعلق في طرف حافة البئر، وقلت لكم هذه من الإسرائيليات التي يجوز أن يحدث بها، وتعلق بأطراف البئر وضربوه بالحجر طفل حتى انفكت يديه من غير قميص عليه وسقط في داخل هذا البئر. ولك أن تتخيل قعر البئر ووحشة البئر، حتى قال بعضهم
أن يوسف قال اذهبوا إذا اجتمعتم، يعني يخوفهم، فتذكروا وحشتي، وإذا أكلتم فتذكروا جوعتي، وإذا شربتم فتذكروا ظمئي، وإذا رأيتم مسافرا غائبا فتذكروا غيبتي عن أبي. لكن ما حركت هالكلمات في قلوبهم، بيتوا القتل واحتنقت القلوب. العلماء وش يقولون؟ هذا استنباط لطيف، يقولون من تمكن الحسد من قلبه أعمى الله الرحمة من قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وش قال لنا في الحديث؟ قال إياكم والظن، صح ولا لا؟ وش قال بعدها؟ من يعطيني الحديث؟ فإن الظن إيش؟ أكذب الحديث. كملوا. ثم قال ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. طيب وش علاقة الظن بأكذب الحديث؟ قال إياكم الظن، ثم قال فإن الظن أكذب الحديث، ثم رتب على ذلك لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بمعنى الذي يسيء الظن في الناس سيقوده إساءة ظنه بهم أن يحسد وأن يكون باغضا لهم وأن يتدابر، بمعنى يتركهم، ولن يكون من جملة إخوانهم في أخوتهم. وهذا مصداق قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال بعدها ولا تجسسوا، بمعنى اللي سيظن ظن سيء قطعا سيتجسس عليك لأنه يشك فيك. ولا تجسسوا، وإذا تجسس عليك وسمع ورأى منك بدأ يتكلم في عرضك. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. ولذلك هذه السورة تبين ذلك الموقف. يرمى يوسف عليه السلام، يوسف هنا 3 أيام في البئر، لا رقيب إلا الله ولا مؤنس إلا هو. قال الله جل وعلا فلما أجمعوا وألقوه في غيابة وذهبوا به وألقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه، ألقى الله في نفسه، لتنبئنهم بأمرهم هذا. بيجي يوم تقف وتنبئهم بهذا الأمر وهم لا يشعرون. ويعقوب ذهل، رجعوا إليه، ولما دخلوا على يعقوب خذوهم، يعقوب حذرهم من البئر من الذئب، لهم قالوا له يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال وين بتروحون؟ وين تبون تلعبون فيه؟ فوصفوا له مكانا معروف في فلسطين يقال ان تلك المنطقة الى اليوم فيها ذئاب اشرس ما تكون مثل الذئاب الروسية. اليوم عالم الحيوانات يقول اشرس ذئب هي الذئاب الروسية والذئاب اللي موجودة في صحراء قريبة من فلسطين. قال تروحون في ذاك المكان اللي كلها ذئابه؟ اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الذئب. هم القطوها، قال الذئب فأخذوها وأنتم عنه غافلون. ويعقوب جالس ينتظر المشهد. فرجعوا إلى أبيهم، ولما دخلوا يبكون لكن بكاء التماسيح، ترى ما كل من يتباكى صادقا. وهذه الدموع التي جلسوا يبكونها هي دموع كذب. وجاءوا أباهم عشاء إيش؟ وأذكي جاءوا في الليل على أساس ما يتبين علامات وجيههم ويظهر حقيقتهم، يخفون كذبهم مع ظلمة الليل ويتظاهرون بالصياح والبكاء. وليس كل من تباكى عليك معك ولا كل من حزن يحبك، إنما البعض يتباكى لأجل مصلحة يأخذها منك. بعض الناس يتباكى نعم ويظهر لك الحزن، مثل بعض الأعداء اليوم، سواء العداء للإسلام أو أعدائك المقربين أو حتى بعض المنافقين الذين يندسون في صفوف المسلمين يتباكون على قضايانا. يشغلنا بعض الليبرالية والعلمانية في قضايا المرأة وفي الحرص على المرأة، ومرة يقولون هي قادة الطائرة وركبت على الفرس ما عاد بقى إلا السيارة، وش المشكلة؟ وهي عندنا عمية وعرجة ومعاقة وأرملة ولم يلتفت إليها، لأنهم كذابون. هم يريدون مصالح لها غاية في شهواتهم فقط. وقس على ذلك مع أعداء كثر. هذا التخطيط
وهذا البكاء لم يصدقه يعقوب. قالوا ليعقوب الكلمة المشهورة: ولو كنا، لا مو صادقين، لو كانوا صادقين قالوها مثل ما قالوا المرة الثانية لما أخذوا أخوه الثاني، قالوا وإنا لصادقون. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، وإنا لصادقون. حققوا ولم يعلقوا، هنا علقوا المسألة، وإن كنا، ولو كنا صادقين، لأنهم على غير صدق. والصادق يعرف من لفظه، كما قال الله جل وعلا: تعرفهم بسيماهم، وقال تعالى: تعرفهم في لحن القول. لحن القول الكلام اللي فيه تردد، الكلام المتقلب. اليوم يقول كلام وينسى، لأن الكذب كما يقال حبله قصير. فيفجع عليه السلام يعقوب بعدم وجود هذا الولد معهم. جاءوا على قميصه، ذبحوا شاة في الطريق ورقعوا الدم وضعوه على القميص، بس انهم نسوا حاجة مهمة. جابوا القميص وذبحوا شاة وحطوا الدم في كل مكان، لكن القميص ما تقطع، والذيب هذا ما شاء الله يعرف ما يأكل الملابس. يعني معقولة بيجي ذئب يأكل الولد ويأكل اللحم وينهش لحما ويأكل عظم والقميص ما شاء الله سليم؟ فقالوا هذا قميصه، يعني جايبين القميص. يعقوب ما يدري الدم حق ولا مو حقيقة، لكنه لما رأى القميص سليم علم أنهم يكذبون. قال الله: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. الصبر الجميل هو أن تصبر دون أن تتشكأ. إذا قضى الله أمرا فاصبر. ولذلك يعقوب عليه السلام ما اشتكى إليهم، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله. أبث شكواي إليه، لأنك إذا شكيت إلى الناس، الرسول قالها عليه الصلاة والسلام، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بقدر ما تسأل الناس بقدر ما تسقط قيمتك، وكلما سألتهم ولو شربة ماء قل مقدارك بقدر ما تأخذ من الناس. اللي الله جل وعلا يغنيه عن الناس فليستغني عنهم. اللهم أغننا عن خلقك كلهم، وأغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين، واجعلنا أغنى الناس بك يا الله. اللهم اجعلنا من أغنى الناس بك يا رب العالمين، وارزقنا القناعة فيما رزقتنا، وقنعنا فيما أعطيتنا. ويبقى يعقوب عليه السلام. طبعا النقطة الأولى اللي أنا كنت بأكد عليها، يوسف الآن في البير. النفسية بالنسبة ليوسف، لو أنت أحد يضربك ويتهجم عليك ويظلمك ويحاول قتلك، بل هو يعتقد أنك مت أصلا ويحاول قتلك، ستظهر له في الغالب، يعني أتكلم أنا على نفوس البشرية، بنفسية فيها ظلم وفيها انتقام وفيها كراهية وفيها استعداء وعدم قبول لهذا الطرف الذي أراد ظلمك أو أرادك أن تموت. تصبر، فإن الصبر بالمر أجمل، وليس على ريب الزمان معول. النبي عليه الصلاة والسلام مر من عند امرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. هي ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إليك عني، يعني رح ما لك شغل فيني. فأخبرت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهبت إليه وتعذرت منه وقالت: والله ما عرفتك يا رسول الله. قال لها: إنما الصبر عند إيش؟ عدم الصدمة الأولى. إذا صدم الإنسان صدمة يجب عليه أن يصبر. والصبر أيها الأحبة، أنا أعرف أن منا مصابين، ويمكن هالحلقة تبث للمسلمين فيسمعون. أقول لكل محزون ولكل مصاب ولكل متألم ولكل مديون ولكل مريض ولكل صاحب هم وبلاء، أقول لمن بينه وبين زوجته ما لا يعلمه إلا الله، أقول لمن لم يصلح له أبناؤه، أقول للمساجين، أقول للمرضى على الأسرة، أقول للمسلمين المشردين المضطهدين: اصبروا، فإن الصبر عند الصدمة الأولى. وعليكم بالصبر الجميل الذي لا شكوى معه للخلق، إنما الشكوى إلى الله. بثوا شكواكم وأحزانكم إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه،
واعلموا أن الله معكم. هذا الانهيار انهيار اجتماعي. اخوان يخططون على قتل اخيهم. وشلون علاقتنا الاسرية مع رحامنا؟ بيوتنا كيف؟ انتم تعرفون الرحم وش قيمتها؟ ادم في الجنة يروي لنا حديثا قصة، يقول رأيت معلقا في العرش، شاف له شيء متعلق في العرش، فسأل ربه ما هذا يا رب؟ قال هذه الرحم، الرحم متعلقة في عرش الرحمن، وهي تسأل ربها في مكان العائد بك، اللهم إني أسألك من قطعني فاقطعه ومن وصلني فصله. وقال الله للرحم إني سأصل من وصلك وأقطع من قطعك. وشلون علاقتنا مع أرحامنا؟ كيف علاقتنا الأسرية؟ يوسف عليه السلام لما شاف الرؤيا راح لمين؟ قال يا من؟ يا صديقي؟ قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. في علاقة انسجام بين الآباء والأبناء. أسألكم بالله أيها الآباء، متى آخر مرة جلست ولا أنت أيتها الأم مع ولدك وصارحتك البنت أو صارحته؟ ليش عيالنا يشتكون في التلفونات لزملائهم ويغردون ويتكلمون مع الأغراب، وربما استشاروا من ليس أهلا للمشورة فأرداهم في مشورته ورأيه؟ ليش إبراهيم يوسف عليه السلام يذهب إليه يعقوب ويقول يا أبتي، وأبوه يقول له يا بني، يكلم أيضا بلفظ في حنان، لا تقصص رؤياك على إخوتك، اكتمها يا ولدي، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هو ما يؤلبه على إخوانه، لكنه يرى يعقوب نبي ويرى في يوسف أنه سيكون له شأن، والرؤيا هذه تعبر أن لها شأنا كبيرا، لكن لا تقولها لهم، بيني وبينك خلها حتى لا يكيد الشيطان ويحرك ما في نفوسهم. إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح إسماعيل، ما جاء خذ السكين وهو يعلم أنه نبي ورؤياه حق، وراح يذبحه وهو نايم، جاء قال إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك. في علاقة حوار مع أن الموقف صعب، أنا شفت في المنام أني أذبحك وأنا نبي ورؤيا الأنبياء حق. إسماعيل ناظر في أبوه، ما قال يا أبتي افعل ما رأيت، وش قال له؟ لأنه فهم أنه أمر، افعل ما تؤمر، سو اللي أمرك الله به. العلاقة هذه موجودة ولا مين موجودة؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الغار، من غار حراء، لما نزل جبريل اقرأ 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 ما أنا بقارئ، ثم اختفى جبريل فجأة؟ ترى جبريل نزل في ليلة القدر في العشر الأواخر، يقول النبي كنت أبيت في الغار الليالي العدد، يعني 10 ليالي، ونزل جبريل عليه في واحدة منهن في العشر، وهي ليلة القدر التي أنزل الله فيها القرآن الكريم، وجاه جبريل وضمه، وجبريل جاه 600 جناح. تخيلوا جبريل بهيئته الحقيقية، الرسول أول مرة يشوف هذا الكائن، هذا المخلوق العظيم، هو مخلوق جميل شريف كريم، لكن أول مرة أشوفه ما أعرفه. اقرأ اقرأ، ثم لما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اختفى جبريل، ما قال له أنا من رب، أنا ملك ولا أنت رسول ولا ليش جيتك. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، نزل النبي من على الجبل، وين راح؟ وين؟ ذهب إلى زوجته خديجة، زملوني. كم من المشاكل بين الزواج والزوجات، ليش الزوج إذا صارت له مشكلة ما يسولف مع زوجته ولا يشكو لها ويأخذ رأيها والعكس؟ ليش هذه الفرجة بيننا؟ بعضنا يعيش في عالم آخر. أنا قلت لكم هي وقفات ليست سرد قصة، نريد إسقاطها على واقعنا. يوسف عليه السلام يتربى على هذا المبدأ، لكن رأى العدوانية من إخوانه، لكنها ما أثرت فيه. هذه لكم يا شباب، لأنه يريده في النهاية الإصلاح، المشاركة في الإصلاح الاجتماعي، يريد هو الثبات على الحق. ولاحظوا حطوه في غيابة الجب يخططون، قالوا علشان لو طلع من البير، لو طلع من البئر ما يدل الطريق، وهذا اللي حصل. ثم الذي قتل يوسف، يعني أزعج يوسف، وضع إنساني آخر،
هذا يدلك ان كان في انحطاط اخلاقي اجتماعي، ومع ذلك يبرز هذا الغلام. لما طلع اهلي سحب الدلو وش قال؟ قال يا بشرى. قيل بشرى اسم، وقيل كأنه يقول يا بشراي، يعني يا حظي، هذا غلام، هذا غلام. وش قال الله بعدها؟ ايش المفروض؟ انه شاف ولد في بير صغير، وش يسوي المفروض؟ يبحث عن اهله، يرده الى بيته، يعلن للناس اني وجدت غلام ضايع. وهذا يدلك على ان الواقع، البيئة، المجتمع كان فيها خراب. لا يجينا واحد من شبابنا يقول يا اخي كل الناس عاصين، فلان يفعل كذا، الناس يفعلون الخطأ الفلاني، هذه فلانة تفعل كذا، بحجة انهم فعلوا وافعل، قالوا واقول. لا، الله جل وعلا امرك ان تتميز في حال تدلهم الفتن وتتلاطم امواج الفتن، اظهر انت يا اخي. الله امرك في ظل، لما ذكر في سورة الذاريات قوم ابراهيم عليه السلام ولوط وماذا حدث لهم وموسى مع فرعون ونوح، قال الله جل وعلا ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. فروا الى الله، مو بتقول والله فلان يدخن، المرأة تقول والله فلانة ما تحط عباية على راسها وانا ابغى اسوي تسوات الناس، نقول لا، المؤمن يتميز بدينه. ولذلك يوسف عليه السلام هنا تخيلوا طفل، اكيد انه طلع من البير يبكي ولا عليه ملابس، المفروض ان الرحمة تنزل في قلوب اولئك من اهلك، وش اسمك؟ هم اسروه، وهذه صيغة مبالغة بمعنى انهم خبأوه. قال العلماء اسروه بضاعة، يعني اخفوه بين البضائع التي عندهم، حطوه بين العفش، اكيد انهم ربطوه وسكتوه وهددوه، اسروه بضاعة. ويوم وجد فرصة وراح عن الديرة اللي لقاه فيها، يعني خلنا نقول غنيمة اغتنمها كما يزعم، وراح هنا بدأ يعرضه في سوق العبيد، وبعد ذلك شروه. شروه هنا بمعنى ايش؟ بمعنى باعوه، شروه بمعنى باعوه بثمن بخس. الله يقول دراهم معدودة ما لها قيمة، الدراهم المعدودة ما لها قيمة. وهذا نبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي، ولد نبي، جده نبي وجد أبيه نبي. لكن الله الذي قدر كما قلنا في بداية السورة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعلم، وتخيل انت نفسية هالولد، اخوانه عادوه، المجتمع ما رحموه ولا انقذوه. اوصيكم بالرحمة بكل ضعيف، امسحوا على رؤوس اليتامى، اعطوا المساكين والفقراء والارامل، كفوا مع المحتاجين. اذا رأيت لك انسان لا يستطيع الدخول معاقا على عربة او كبير سن، يا اخي النبي يقول وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، إعانة الرجل حتى يركب دابته صدقة. تصدق على نفسك بهذا الإحسان الذي جاء في القرآن الكريم وأمرك به النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. ويدخل بيت العزيز، شراه وزير المالية، ولما شراه وزير المالية أخذه العزيز إلى قصره، ودخل يوسف القصر. دخول يوسف إلى القصر بدأ يكبر ويشب، لكن في نقطة مهمة يا شباب، يوسف كان يتعلم رغم أنه يعمل عبدا وخادما، كان يتعلم من العزيز، لأن العزيز وزير مالية وتقضى الأمور المالية والاقتصادية في القصر. ولذلك آخر السورة لما عبر الرؤيا وقال الملك ائتوني بي استخلصه لنفسي، قال اجعلني على ايش؟ على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. شلون عرفت يا يوسف؟ لأني كنت أشوفكم وأنتم تبيعون وتشترون وتحسبون الأموال والميزانية، فتعلمت. وين عيالنا؟ يا أخي ادخلوا ميدان السوق، بعض شبابنا اليوم يريدون كرسي، وظيفة مرموقة ورجل على رجل، ولا ما يعمل. أنا ذكرت في درس السيرة في 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 قناة بداية البارحة وقبل أيام، أن النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء رعوا الغنم، الرسول تدرج في العمل. لما تبناه أبو طالب، عبد المطلب توفي طفل، شوفوا معاناة الأنبياء، كلهم مروا في مثل هذه المراحل. النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه
وهو حمل في بطن أمه. عبد الله بن عبد المطلب أبو النبي تزوج بآمنة ثم ذهب للشام يتاجر تجارة، وفي طريقه للشام ما علم أن آمنة حامل، وكانت آمنة حامل وهو لا يعلم أنها تحمل بأعظم رجل على وجه الأرض. ثم مر على المدينة يسلم على أخواله من بني النجار. في لما وصل المدينة توفي عبد الله مرض فمات عند أهله، وبلغ الخبر آمنة والنبي عمره شهرين في بطنها. ثم بعد ذلك النبي يولد، واليتم أقسامه أربعة، أشده أن يموت أبوك وأنت بطن أو حمل في بطن أمك. ثم يذهب تأتي آمنة وتأذهب به تعطيه حليمة السعدية ترضعه عامين، ولما بلغ النبي ست سنوات ست سنين أخذته أمه من مكة إلى المدينة 500 كيلو لسببين اثنين. قالت نزور قبر أبيك، هذا من وفائها لزوجها، ونزور أهل أخوال أبيك، أخوال عبد الله بنزورهم، وهذه تربية على أنها تربط بأهل أبوه، وهذا غائبة في كثير من بيوتاتنا اليوم. راحت آمنة ومعها جاريتها أم أيمن من الحبشة، الذي قال عنها الشاعر: يا أم أيمن قد بكيت وإننا نلهو ونلعب دون معرفة السبب. ومعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات. أنتم معي يا شباب؟ ولما جلس النبي عند أهل أبيه، تخيلوا، وقف شاف قبر أبوه، ثم سلم على أخوال أبوه، ثم مكث شهرا عندهم، ورادت أمها أن ترجع إلى مكة. لما خرجت من المدينة وصلت إلى الأبواء، منطقة بين مكة والمدينة بعد 150 كيلو، تعبت آمنة وسقطت في الأرض في الطريق، طفل عمره 6 سنين، وحرمة معها عجوز جارية، وهذه الأم التي مريضت سقطت، ثم مدت يديها تريد أن تقبل محمد ولدها، وماتت أم النبي أمام عينه، ما معهم أحد في البر في الصحراء. اختيار من هذا؟ اختيار الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ودفن النبي، وما أيمن قامت تحفر القبر مع النبي وهو صغير. تخيلت أن أمك تموت بين عينيك في صحراء وتدفنها بيدك. ثم لما وصل إلى مكة طرقوا الباب على عبد المطلب، فتح الباب: وين أمك؟ قال: ماتت. قال: أنا أبوك وأمك، يعني أنا أقوم مقامهم. ورباه عبد المطلب. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سن 8 وقيل 10، توفي عبد المطلب، وأوصى أبو طالب أوصاه أن يربي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتبنى أبو طالب تربية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا جبتها على مسألة العمل، وهذا الاستطراد في السيرة. لما دخل النبي بيت عمه عمره 8 سنوات، أبو طالب عنده 10 عيال وفقير. الرسول 8 سنوات، قال: يا عم أريد أن أعمل. 8 سنين ما ودنا نحرك ساكنا. اسألوا بعض آبائنا كم من عيالنا 25 و30 سنة وأقل وأكثر جالس من غير، لا على قولتهم، لا شغل ولا مشغلة، لا وظيفة ولا عمل. يا أخي اخرج للشارع وترزق الله جل وعلا في أي باب من أبواب الرزق الحلال أيا كان العمل. الرسول يقول: سأعمل. كأنه يقول: يا عمي أنا أرى الوضع صعب، 8 سنين. فقالوا: وش تسوي؟ ما عندنا عمل، وين تشتغل؟ لا نجد لك في هذا السن إلا أن تعمل راعيا، وأنت ولد عبد المطلب، ما نبغاك تشتغل راعيا، يعني جدك عبد المطلب بن أسياد قريش. قال: أعمل راعيا، ورعي الغنم مو بعيب، ما من نبي إلا ورع الغنم. ويقول النبي: كنت أرعى الغنم على قراريط أخذها من أهل مكة، يعني شيء بسيط. 8 سنوات. ولما بلغ عمره 15 سنة قال: يا عم أبغى غير عملي، أبغى أشتغل معك في التجارة، هل نحن قادرون على مثل هذا؟ تعلموا، اعملوا. ولذلك يوسف عليه السلام لما دخل بيت العزيز كان يتعلم ويرى تلك المواقف التي تدور عنده، والبيع والشراء، يريد أن يتعلم. بدأ يشب شبابا، ويوسف جميل. يوسف جدته في سلالته سارة أو سارة التي أوتيت جمالا كبيرا، وورد في بعض الأحاديث أن جمال يوسف هو جمال نصف
أبناء بني آدم كم كيف سيكون جماله. وفتنت به امرأة العزيز، وهذا هو المدخل الثاني أو المحور الثاني، الفتن، فتن النساء، فتن النساء والشهوة، القنوات والنساء. ولو أردنا أن نبسط قضايا المعاكسات وقضايا الاختلاط والقضايا الكثيرة، لا أقول هلك الناس معاذ الله، فلست متشائما ولا أرى بالعين السوداء، إنما أرى الناس والخير منتشر، لكن هذا واقع، والواقع لا يمكن أن ندس رؤوسنا عنه في التراب كالنعامة. أكرمكم الله، المؤمن العاقل يرى الواقع. فبدأت امرأة العزيز تراوده، والمراودة هنا معناتها مو بأول مرة، حاولت لمحت مرتين ثلاث أربع، لكن لما عجزت من شاب اكتملت كل مقومات الفتنة موجودة، لكن الله الذي حفظه لأنه نبي، هو الآن إنسان لكنه يهيأ لما سيكون، شاب جميل أعزب، واللي تدعوه امرأة العزيز من علية القوم، وقطعا ستكون جميلة. لا، وغلقت الأبواب. لاحظ ربي ما قال أغلقت، قال غلقت، غلقت، صكت يعني البيبان، أحكمت إغلاقها. وقيل أنها سبعة أبواب، باب ورا باب ورا باب. ولما لحقت، دليل أنه يهرب منها، ينحاش، قدت قميصه من وين؟ من دبر، من وراء، اللي يبغى يجي من قدام، لكن هي أخذت ثوبه من الخلف، بمعنى أنه كان يهرب عنها. وتقول هيت لك بمعنيين، المعنى الأول تقول تهيأت لك، يعني تزينت لك، استعديت لك، بمعنى أنها تقول هيت تعال، يلا تعال. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يقصد ربي يعني العزيز الذي تربيت في بيته وهو رب هذا المكان، رباني أنا، ما عندي خيانة، أنا تربيت أحفظ الحق لأهل هذا البيت، وأنا أنبه من العمالة الموجودة، هم بشر، المسلم منهم أخونا نحبه ويحبنا ونحترمه أيا كان جنسه وأيا كان لونه وأيا كان مستواه، لكن أنا أتكلم إذا غفلنا بحسن الظن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحمو أخو الزوج، وقال عن الإخوان فرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا سن السابعة، فمن باب أولى أن ننتبه ونسمع قضايا كثيرة، لا من النساء الخادمات ولا من الرجال السائقين أو الخدم. وليحذر الإنسان الثقة المطلقة أو العمياء، هذا أمر مرفوض. ترى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن رجلا كان يروح يترزق الله، يعني يتاجر في شهر رجب، كل ما جاء شهر رجب في السنة ذهب، ويترك أهله في بيته، وكان عنده رجل يعمل يقال له الأعشى، يعمل في بيت هذا الرجل، وهذا صاحب التجارة رجل ضعيف، يعني ما له قيمة، خلنا نقول ما عنده شخصية، ليس بقوي. وذهب وترك امرأته، فلما جاء وجد المرأة قد ذهبت مع الرجل إلى بيته، يعني أصبحت صديقته وتركت زوجها علنا أمام الناس والملأ، فذهب يطلب زوجته فرفضت، ورفض الرجل لأنه رجل ضعيف واستضعفه ذلك الرجل. فلما ذهب المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ ينشد شعرا عن ذلك الحدث، قال يا مالك الناس وديان العرب، أشكو إليك ذربة من الدرب، يقول ذهبت أمتري الطعام في رجب، وهن شر غالب لمن غلب. أنا أقول أيها الأحبة، الفتن احذروا منها. يوسف لم تتعرض له فقط امرأة العزيز، القصة طبعا تعرفونها، انتشر الخبر في المدينة، ولما جمع النساء عند امرأة العزيز كلهن بدأن يراودنه عن نفسه، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي إيش؟ مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن كلهن، ما قال مما تدعوني وحده وتصرف عني كيدها. لما رأوا يوسف وجمال يوسف وشباب يوسف، لكن من منا يقف أمام الفتنة بهذا الإيمان وبهذه القوة وبهذه الاستعانة بالله والاستعاذة من الشيطان؟ معاذ الله،
إنه ربي أحسن مثواي. انتبه انتبه أن تضعف في مثل هذه الظروف، ثم بعد ذلك قد يكون هذا الضعف سبب سقوطك من عين الله جل في علاه. العاقل يحفظ نفسه ويتعوذ من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يبقى في السجن. لما أدخلوه السجن هم كانت البراءة بالنسبة لهم ظاهرة ويعرفون أنه بريء، لكن يوسف أعرض عن هذا، هذا أكثر ما قدر يقوله زوجها، واستغفر لذنبك. وقالت لا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهي لم تقل يقتل، لأنها لها رغبة في المستقبل تراوده، ما تبغاه يموت، فحددت نوع العقاب، إما السجن أو يعذب عذاب أليم. وسجن عليه الصلاة والسلام يوسف، ودخل السجن وبقي في السجن سنوات. الموقف الثالث الذي أردته، لما دخل السجن بدأ الرجل يعمل إصلاحا. الحين قضية يوسف بالنسبة لهم أنه متهم بالتحرش أو الوقوع في هذه المرأة، امرأة العزيز، يعني قضية شرف، قضية عرض. والسجناء حتى اليوم عندنا في مصطلحات السجون، نحن نزور السجون ندعو فيها ونوجه ونرشد السجناء هداهم الله، ونرى أن لقضيته قضية أخلاقية في الغالب في نظر السجناء، أن أقلهم مستوى، متدني في نظرهم حتى عند المجرم والحرامي. ومع ذلك يوسف جالس يصلح داخل السجن. هذا يدلك على ماذا؟ أنه ما تأثر من المواقف السلبية، ما قال هذا المجتمع ظلموني وسجنوني، أنا لن أصلح، أنا لن أشارك في إصلاح الناس. ولذلك كانوا يسألونه ويستشيرونه ويعرفون أنه رجل صالح، إنا نراك إيش من المحسنين. يأتون إلى يوسف يقول، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. طبعا شوفوا يوسف عليه السلام، أولا هذا جالس يصلح داخل السجن، استطاع من إصلاحه وصلاحه أن يكسب ثقتهم إلى درجة السؤال والاستشارة، وخلنا نقول الفتوى، فيأخذون رأيه. ولما عرضوا عليه الرؤيا، شوف القرآن الكريم، يوسف ما جاء ينصحهم مباشرة يقول لهم عليكم بتقوى الله، ويبغى يفسر الرؤيا، ولا وده يفرط في هذا الموقف. وهذا من ذكاء الداعية، من ذكاء من أراد أن يوصل أمر للناس. ناداهم يوسف عليه السلام، ولما قالوا هذه الرؤيا قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام. وش دخل الموضوع هنا؟ هو الآن يكلمهم على قضيتهم، يفكرون في أمورهم المالية وأمورهم الاجتماعية وكيف يعيشون وكيف يأكلون. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أنا بعلمكم وش اللي يصير فيكم، في أرزاقكم، فيما يصرف لكم. طمنهم من هالناحية، وجاءهم خلنا نقول على الوتر الذي يريدون. ثم بعد ذلك بدأ يدعوهم إلى التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. طيب هذه ما لها علاقة في الرؤيا، لكن استغل الموقف. ثم يناديهم بألطف العبارات، ما قالهم أنتم أي، هو مسجون معهم، قال يا صاحبي السجن أنا مثلكم مسجون، يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار. هذه كلها ترجت قبل أن يفسر الرؤيا، استغل الموقف وحدثهم عن شيء يحبونه، ثم ذكرهم بالله وربطهم بالتوحيد وحذرهم من الشرك، ثم قال أما أحدكما، الآن بدأ يعبر الرؤيا. وأيضا شوفوا كيف مراعاة النفسيات، ما قال أنت بتموت تصلب لين تأكل الطير منك وأنت ستخرج، قال أما أحدكما، يلا أنتم تخمنوا، هي واضحة، لكن أدب الحوار وأدب التفسير ومراعاة للظروف. النبي علمنا مثل هذا، النبي دخلت عليه امرأة غير موجود، فلقيت عائشة رضي الله عنها وقالت أين رسول الله، قالت ليس هنا، قالت عندي رؤيا، بمعنى أزعجتني،
قالت: ما هي رؤياك عائشة؟ تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقيها وعالمة، فقالت: إني رأيت أن عمود البيت سقط وأن السرج انطفأت. فقالت عائشة وهي صادقة: يموت زوجك ويخرب أبناؤك. وجلست الحرمة تولول تصيح من تعبير رؤيا. فدخل النبي عليها قال: ما الأمر؟ قالت: سألتني عن رؤيا فعبرتها. قال: وش الرؤيا؟ فأخبرتها العجوز. قال: وش عبرتيها؟ قالت: عبرتها بكذا. فقال النبي: هوني عليك يا أمة الله، يرزقك الله زوجا غير زوجك وأصلح، ويصلح الله لك أولادا منه. تغير شيء في التعبير؟ ما تغير، لكن العبارة تختلف. يوسف هنا عليه السلام كان يتحدث مع هؤلاء بهذا المنطق. خرج أحدهم، ما قال يوسف أنا مسجون، هم تبلوني، أنا أصلا طردوني إخواني وبغوا يقتلوني، أنا باعوني في السوق وأنا أصبحت عبد، أنا والله لن أشارك معهم. لا، كان يرى الإصلاح رمزا لا بد أن يقوم به عليه السلام. ثم خرج واحد منهم وذكر بعد فترة، فذكر بعد أمة، تذكر بعد فترة من الزمن لما قال الله أنساه الشيطان ذكر ربه. ثم الملك عرض رؤيا شافها، الرؤيا المشهورة: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، إلى آخر الآيات. وعبرها لها الذين عنده ما يعرفون تعبيرها، قالوا: أضغاث أحلام. هذا مخرج 16 على أساس يطلعون من عدم، ما يقدر شو يقول، لا يعرفون يعبرونها، وهذا ملك. فأقال هذا الرجل اللي كان في السجن: أنا أجيب لكم خبر رؤيا. فأرسلون، وهذا يدلك على أن السجن كان بعيدا، راح إلى يوسف وجاء بألطف العبارات: يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان. شوف الرؤيا الحين، يوسف يعلم، هو معبر للرؤى مما علمه ربه، ويعرف أن الرؤيا فيها مصلحة. ما قال: والله ما راح أعطيهم خير ولا راح أدلهم على أمر ينفعهم لأنهم ضروني وسجنوني. لا، هذا إصلاح وسأخبر به. فأخبرهم بالرؤيا: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل إلى آخره إلا قليلا مما تأكلون. لما جلس يعبر الرؤيا، هو عبرها وعطاهم الخطة للجانب الاقتصادي والمالي. الرؤيا يقدر يقول: يأتيكم سبع عجاف وسبع أخر أفضل منها، ثم بعد ذلك يأتي بين الناس عام يغاث الناس فيه، والسلام عليكم. لكنه هنا يقول: ادخروا لأنفسكم. جلس يعطيهم خطة كيف يأكلون وكيف يدخرون وماذا يحسنون وماذا يبقون. وهذا هو علامة الإصلاح، علامة الرغبة في أن يكون هناك إصلاحا عاما. بلغ الرؤيا إلى الملك، ولما رأى هذه الرؤيا واستقرت في ذاته قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي. الطلوع الأول رفضه يوسف لأنه ما طلعت الحقيقة، ويقول: ارجع لربك فاسأله ما بال النسوة، أنا لازم أطلع بريء. واليوم يقول له: خله يجيني أستخلصه لنفسي، أبغاه لي، لأنه لو طلع يمكن في الأولى كان من عامة الناس، لكن خلني أنا أستخلصه يكون لي. ولما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم قال بعد ذلك: وش تستطيع تفعل؟ علمه الرؤيا وقال له طريقتها. قال: وش تقدر تسوي؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. ويكون عزيزا بعد هذا السجن، ويستمر يوسف. جت السبع سنين العجاف وجاع الناس، وانتشر الجوع إلى فلسطين وإلى خلنا نقول المنطقة العربية كلها، وكان يعقوب وإخوانه هناك. فأرسلوا، سمعوا أن هناك ملك عزيز مصر، ليس ملكا عزيزا، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، رجل: إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فلما دخلوا عليه يوسف كان عنده خطة. أولا فاتح الباب، يقولون المجاعة إذا جاءت في بلد لابد من ثلاثة أمور تحدث في البلد: التسول، الشحذة وطلب الناس المساعدة لأن الناس فقراء، احتكار البيع والشراء عند نوع من التجار الجشعين، وهذا واقع. ثلاثة: البطالة، يحدث بطالة عظيمة، وهذه كلها حدثت في ذلك الوقت. مصر كانت غنية والبلدان الأخرى فقيرة. فأتوا إليهم ويوسف فاتح الباب،
واستطاع أنه يجعل البلد بلد اقتصادية، وأن لا يجعل التجار يحتكرون الطعام ولا الأكل ولا البضائع، وحرك البطالة كلها. كيف؟ أول شيء اللي يجي ياخذ حمل بعير واحد عشان نضمن أنه ياخذ غيره ولا يكون في ناس تشحن. اثنين، نضمن أنه ما يتاجر فيها فيبيعها يأخذ بعير يأكله بعير يبيعه، لا، بعير واحد تقتات منه، فحل هذه المشكلة. ويطلب منهم يأتون ببضاعة، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا له إن أخي، حتى قالوا أتوني بأخ لكم من أبيكم، يأتون ببضاعة معهم من هناك ويريد البضاعة. البضاعة اللي تجي من هؤلاء عشان يأخذون الطعام يعطيها الناس، يعيدون خلنا نقول صناعتها وصياغتها وتنظيفها، وهذا يوردها وهذا يسوق لها وهذا يبيعها، فأصبحت مصر تبيع، وذهبت العطالة والبطالة، وأصبح الناس في غنى. جو إخوانه ومعهم أخوه الشقيق، ويوسف كان ما يهين الناس، أنا أعطيكم إيه وأعرف وش أحوالكم، لأن يوسف يدخلهم عليه. قال الله: فلما دخلوا وين عليه، دخلوا عليه، فاتح بابه، عنده مجلس يستقبل الوفود. من أنت يا فلان؟ فلان الفلاني. من أي قبيلة؟ من أي بلد؟ كم عددكم؟ وين أخوك؟ فلان 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 فلان، فيعرفهم، خلنا نقول مثل يعطيه ختم ستيكر، ويعرف كل وضعهم على أساس لا يسرقون ولا يتجرؤون على ذلك. ولولا هذا النزول للناس من غير إهانة، لأن بعض الناس اليوم اللي يعطي يهين ويشح ويمن. المن والأذى سماه الله أذى. بعض الناس يعطيك لكن يؤذيك، عطيتك وفعلت وتصدقت وعطيت، لا، لا تمن ولا تؤذي من أعطيته شيئا من مال الله جل في علاه. ويوسف يدخلون عليه الناس فيعرضون حاجاتهم، ومن جملة من دخل عليه إخوته، فعرفهم وهم له منكرون، ما عرفوه، فتح الباب تفضل ادخلوا، سألهم: كم عددكم؟ حنا عددنا كذا. وين أبوكم؟ والله أبونا في فلسطين وعنده واحد من أخواننا، وحنا عددنا العدد الفلاني. قال: لا، أنا عندي لكم حل زين. هو ينزل كل ضيف يجيه ينزله ويسكنه ما يهينه، إني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يكرمهم ويفتح بابه لهم. قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم وأعطيكم حمل بعير، أنا بعطيكم حمل بعير آخر. وقالوا: ما نستطيع. شرحوا له أن أخونا له وضع معين، ولو جبناه أبونا ما راح يوافق. قال: ما فيه، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فاضطروا يرجعون إليه، وقال لعماله: اجعلوا بضاعتهم اللي جابوها في رحالهم عشان يحسون بكرمنا، لعلهم يعرفونها، إذا راحوا إلى أبوهم يعرفون هذه البضاعة فيرجعون إلينا. فوضع البضاعة، فلما دخلوا على أبيهم قالوا: يا أبانا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، وش المشكلة نجيب النمير بعير ثاني مرة؟ فما أعطاهم إياه إلا بمواثيق: حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتني به، لتأتني به. وأخذوه وخرجوا به، ولما وصلوا عنده عرفهم ودخل عليه فآوى إليه أخاه، قال: أنا أخوك، شوفوا هذا الحضن، فلا تبتأس، ما عليك بما كانوا يعملون. ودخل عنده وعلمه الخطة، ثم القصة تعرفونها. وبعد ما رجعوا إلى أبيهم وجلس واحد منهم لم يرجع، قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يا بني يذهبوا، فتحسسوا من يوسف، رجعوا فعرفوا يوسف. هم قالوا كلمة يوسف، وأختم بها لقاؤنا هذا، يوسف هذه قصته قصة إنسان، شوفوا تحدى الواقع العائلي، ما قال إخواني وعادوني، إخواني عادوني وحاولوا قتلي، ولم يكن يبيت لهم كرها، بدليل أنهم قالوا: إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل. يوسف يقدر وقتها عزيز يلا خذوهم السجن، قال: لا. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أنتم كونوا كذلك، تسمع كلمات تؤذيك، تجيك عبارات فيها قذف وفيها كلام مزعج،
لا تحاول أن تجعل من كل الحبة قبة وتنازل لله ما لم يكن ذلك في سياق دينك أو عرضك المهم، وإذا أردت أن تحل الأمور تحلها بحكمة. ثم بعد ذلك يوسف عليه السلام يدخل عليه أبوه بعد أن عرفوه وأسر الأمر في نفسه وسامح أولئك الإخوان بموقف عظيم. يوسف عليه السلام دخلوا عليه، ولما اجتمع أبوه رفعه وخروا له سجدا، سجود الاحترام وليس سجود العبادة. قال له أبوه، يقول لأبيه: من بعد أن نزغ الشيطان إيش بيني، حط نفس المخطي، وبين إخوتي. ويقول لأبوه سبحانه وتعالى أيضا في تلك الآية، قال أنه من بعد ما جاء بكم إيش من البدو أخرجني من وين؟ من السجن. ليش ما قال أخرجني من البئر؟ من يعرف؟ لا، لأنه ما يبغى يذكر إخوانه، ما يبغى يقول طلعت من البئر، مع أن البئر أشد عليه من السجن. لكن لو قال أخرجني من البئر كأنه يقول بسببكم أنتم، لكن خلنا نوخر عن هالموضوع على أساس ما نجرحهم. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ثم أبوه يجون عنده: استغفر لنا يا أبانا. قال: سوف أستغفر لكم ربي. لكن يوسف عليه السلام: تالله لقد آثرك الله علينا. ومع ذلك ماذا قال لهم؟ قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نقدر نصير مثل هذه الروح؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه آخر قصة حتى تقام الصلاة، دخل عليه، جاء أبو سفيان لما جاء النبي يفتح مكة. تعرفون النبي ما راح يفتح مكة مقاتلا، أراد أن يفتحها من غير قتال. ولما أقبل على مكة، وكررت هذه الحادثة لكن جميلة، لما أراد أن يفتح مكة أقبل عليها أبو سفيان بسيفين، وقف على مدخل مكة، قال: إن اقترب محمد قطعته إربا بسيفي هذين. ويوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع السيوف، شافها النبي، شوفوا الحكمة، شوفوا الأنبياء وأخلاقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. أبو سفيان التفت على العباس قال: يقصدني؟ قال: إيه. ونزل سيوفه، أحرجنا. قال: يا العباس، أيقصدني محمد؟ قال: نعم. قال: أفي دين محمد هذا؟ يعني محمد يحترم الناس اللي لهم قيمة؟ قال: نعم، إن محمد ينزل الناس منازلهم، ينزل الناس قيمتهم. هنا نزل سيوفه ولا راح يقاتل ولا شيء، دخل النبي وحطم الأصنام وهو يتفرج. أثر الموقف في أبو سفيان، يوم الفتح يوم عظيم، وإسلام أبو سفيان جعل سبب في دخول كثير من الناس الإسلام. فقال للعباس: أتراني لو ذهبت إلى محمد أريد دينه يقبلني؟ قال: نعم يقبلك. قال: كيف يقبلني؟ أنا قتلت أصحابه وطردته من هذه البلد التي يحبها، وقلت فيه ما قلت. قال: اذهب إليه، وإذا لم يسمع منك فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ونزل النبي مع باب الكعبة ومعه بلال بعد ما كسر الأصنام، فناظره أبو سفيان والتقى وجه النبي بوجهه فصد عنه النبي، ثم جاء من جهة اليمين فصد عنه، جاء من جهة اليسار فصد عنه، والتفت العباس أبو سفيان على العباس على الجبل، والعباس يقول كما في الرواية يشير بيده، يعني واصل لا توقف، وقل له ما قلت لك. قال: يا محمد، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فنزلت دموع النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتفت أبو سفيان على العباس قال له: كمل كمل. قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ثلاث مرات. ثم رفع النبي رأسه وعيناه تذريفان وهو ينظر إلى أبي سفيان، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا رحمة من عندك، لا تبقي لنا بها بؤسا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، اقتدوا بهؤلاء الأنبياء وسيروا على طريقهم وتعلموا من سيرهم، وكونوا ممن يقف عند حدود الله، يعمل بأوامره،
ويجتنب نواهيه، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيكون معنا. نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وفي دورنا، وأن يجعل ولايتنا في من خافه واتقاه، وأن يجعل ولاية المسلمين في أيدي المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وجنبهم ولاية أشرارهم. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماءهم في اليمن، واحقن دماءهم في تونس، واحقن دماءهم في ليبيا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وعلى كل بلد يا رب العالمين وتحت كل سماء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت رب العالمين، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الكريم ونحن البخلاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا، مريئا سحا غدقا، مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، تسقي به البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعله سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا بلاء يا رب العالمين. شكر الله لكم حضوركم، وأقول لكم ما قال نبيكم: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.